حتى إجراءات البنك المركزي ربما التي لم تعالج خصوصية الحوالات الصغيرة كما تفضلت قبل قليل، وتحدثت بأن هذا الأمر ينذر بأزمة في السوق المحلي العراقي. ما هو شكل هذه الأزمة، خصوصا إذا ما تحدثنا عن الأزمة الغذائية المرتقبة التي ربما تضرب الأسواق العراقية أو ربما ضربتها؟ نعم، طبعا هذا اللي كنت تحكي عنه عن الحوالات الصغيره جدا. يمكن الحوالات الصغيره اللي هي ممكن 10,000 20,000 الى $50,000، هاي اللي تنظم يعني قضايا التجاره، خاصه التجار او باعه التجزئه او حتى صغار التجار. تقريركم طبعا موضوعي جدا، تقاريركم اللي بثتوها قبل قليل موضوعيه جدا في نقل الصوره، خاصه عن سوق جميله المركز التجاري المهم في بغداد. انت لاحظت جنابك انه التجار يتعاملون مع الدولار ومع حوالات على ما يبدو هي هم معتادين على هذا النوع من الحوالات، لكن هي على ما يبدو هي حوالات غير رسميه، لان هو لا رايح للمنصه لاجراء هذه الحوالات، هو دا يشتري دولار من السوق بسعر معين ودا يوديها لمكاتب حوالات، والمكاتب حوالات هي دا تتصرف بعمليه اجراء هذه الحوالات، فبالتالي هو دا يوصل للبضاعه يعني بسعر مرتفع بسبب ارتفاع سعر الدولار من جانب، وحتى ارتفاع كلف الحواله وغيرها من القضايا. فهذه المشكله هي هاي طبعا مشكلتنا الحاضره، يعني اليوم احنا كل هذا الكم الكبير من هذه التجار، تجار صغار، تجار يتعاملون $50,000، ما متوجهين الى المصارف، ما متوجهين للمنصه لاجراء حوالاتهم. هو احنا اصلا مشكلتنا بذوله، ذوله لليوم دي يتعاملون بالدولار محليا، ذوله دي يسببون طلب اضافي على الدولار، ذوله دي يرتفع الدولار بسبب طلبهم. لو هم عندهم القدرة يروحون للمنصة ولفتح حسابات بالمصارف وإجراء حوالات عبر المنصة، كان احنا ما عندنا هاي المشكلة الحالية انه اكو سعر موازي مرتفع بالدولار. ليش انا دا اخذ 157 او 155 من السوق اروح اخذه من البنك المركزي بحوالة؟ بس هو عنده مشكلة بقضية التعامل مع المصرف.